إخوانكم بموقع طريق السلف على شبكة الإنترنت يسرهم أن يقدموا لكم هذه المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على طبيب قلوبنا وحبيب قلوبنا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، عدد مكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. ثم أما بعد، وإحنا يا إخواني بيننا وبين رمضان الوقت حوالي 100 ساعة، الله أعلم تزيد قليلا أو أكثر، حوالي 100 ساعة من رمضان. قبل ما أبدأ أتكلم معاكم عن رمضان الليلة، الصحابة فرحانين وكل الصحابة بيهنوا بعض، وهو الوحيد اللي واقف يبكي ويقول: لئن أدركت مشهدا آخر مع رسول الله ليرين الله ما أصنع. أنس بن النضر راحت عليه الفرصة يا جماعة، لما جت الفرصة تاني في أحد بقى كل الصحابة بيجرم بعيد عن المعركة وهو بيجري ناحية المعركة، اقتنص الفرصة المرة دي. أنت راح عليك رمضانات كتير، الفرصة ربنا جابها لك تاني أهو، الفرصة بينا وبينها ساعات اهو، اوعى المرة دي تضيع الفرصة، اوعى المرة دي تخسر فرصة رمضان، اعظم فرصة في حياتك. مشهد سيدنا ابو دجانة قبل غزوة احد ورسول الله صلى الله عليه وسلم رفع سيفه بيقول: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ ابو دجانة خده بحقه، كان ده اكبر بطولة عملها في حياته، اكتر موقف خلد في التاريخ لابو دجانة الموقف ده هو، واكتر بطولة في حياة ابو دجانة. انا النهاردة مش بقولك من يأخذ هذا السيف بحقه، عايزين نقول من يأخذ رمضان بحقه. مين يأخذ رمضان بحقه؟ يمكن تكون انت كمان دي اعظم بطولة في حياتك، يمكن تكون دي اعظم حاجة هتعمليها في حياتك، يمكن يكون ده اعظم عمل هيقربك من ربنا، ممكن يكون ده ارجى عمل هيوصلك لرضا ربنا سبحانه وتعالى. المشهد الثالث، مشهد سيدنا ابو بكر الصديق وهو بيبكي والدموع نازلة من عينيه لما الصحابة فكروه بيوم احد بعدها بزمان، وهو بيقول: ذلك اليوم كله لطلحة. ابو بكر بيبكي ليه؟ لان طلحة بن عبيد الله سبقه يوم احد، بيبكي ان في يوم من الايام اتسبق. اوعى تتسبق في رمضان، اوعى تتسبق في رمضان اللي جاي، ربنا جاب لنا الفرصة لغاية عندنا يا جماعة، ربنا جاب لنا اعظم فرصة في حياتنا على الاطلاق، اغلى ايام حياتك واغلى ايام حياتك بينا وبينها ساعات، اغلى ايام عمرنا كلها يا اخواني بينا وبينها ساعات. اسمع الحديث الخطير ده الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم عن رمضان: ولله في كل يوم وليلة عتقاء من النار. في كل يوم وليلة، يعني مش رمضان العتق بالليل بس، لا يا جماعة وبالنهار كمان. يعني ايه؟ يعني 60 فرصة للعتق من النار، 60 فرصة لفك رقبتك من النار، 60 فرصة لفككك من النار، يعني كل ليلة فرصة وكل يوم فرصة. يعني ليلة واحدة صح في رمضان بعمرك كله، ليلة واحدة صح في رمضان بعمرك كله. يا جماعة احنا جايين الدنيا دي نشتغل طول عمرنا عشان نعتق رقبتنا من النار، فما بالك ان ليلة واحدة في رمضان توفر عليك مجهود العمر، ليلة واحدة في رمضان، يوم واحد في رمضان بعمرك كله. عارفين يعني عتق من النار؟ مش عتق من سجن يا جماعة، ده الواحد لما بيكون هيتحبس في كمبيالة في سجن تلاقوه بيجري على كل الناس هيتجنن، بيشحت من ده وبيستلف من ده هيتسجن. انا مش بقولك فك رقبتك من سجن، بقولك فك رقبتك من نار، اعتقي نفسك من نار. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة، حصيرة يعني حصار، الأوضة المقفولة اللي فيها نار، الأوضة لما يكون فيها نار لازم يكون فيها منفذ ينفذ النار وينفذ الصهد. تخيل لو السجن ده مقفول من كل الجهات، الحرارة قاعدة تتصاعد، طب اللي جوه السجن ده، اللي جوه الحصار ده، الحرارة النار عليهم شكلها ايه؟ انا بقولك فكر انتك من النار، عارف يعني ايه تعتق من النار؟ يعني ما عادش في زقوم، ما عادش في حميم، ما عادش في غسلين، ما عادش في خوف من شفير جهنم ولا مقامع الحديد ولا العرض على جهنم ولا السحب على الوجوه، ما عادش في خوف من السقوط من على الصراط الى جهنم ولا الرجوع بعد ما الواحد عدى من على الصراط تاني من القنطرة لجهنم. عارفين يعني ايه عتق من النار؟ انت لو ما صحيتش الوقت هتصحى على من ربك تحت التراب، لو ما
صحتيش الوقت هتصحي على يوم الفزع الاكبر. لو ما صحناش الوقت يا جماعة هنصحى على ضمة القبر في اول ليلة في القبر. اكبر حاجة بيندم عليها اهل النار مش ان هو بيتعذب على النار، انه شايف مكانه في الجنة اللي ربنا كان هيدهله لو كان اطاع الله، وواحد تاني بيتنعم بيه بسبب ان ده استثمر رمضان وده ضيع على نفسه مواسم رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ياه وهو ساعتها بيندم، ياه كان ممكن اعدي من على الصراط ده برمضان، كان ممكن اجري مع السابقين دول للجنة برمضان، كان ممكن اسكن في القصور ده برمضان، كان ممكن افوز بالنعيم ده اهو برمضان. ده احنا سمعنا عن ناس لما اتحكم عليها بالاعدام عرض الدية بتوصل لحوالي 5 مليار جنيه عشان تعتق رقبتها من الموت. ما بالك بعذاب النار اللي يأتيه الموت من كل مكان وهو وما هو بميت. في الدنيا عايز يدفع كل ثروته بس ما يموتش، في الاخره والعياذ بالله عايز يموت باي طريقه. لما اقول لك ان في 60 فرصه انك انت تعتق من الكلام ده، ان الكلام ده ما عادش ليكي دعوه بيه خالص، ان رقبتك تفك من النار، يا ترى يا اختي يا ترى كام رمضان عدى عليك لغايه الوقت ولسه ما اتعتقتيش من النار؟ يا ترى كام مره ضيعت فرصه عتق من النار في رمضان؟ رمضان لو فاتك مش هتعوضه، رمضان لو ضاع منك ما انتش هتعوضيه. كل الرمضانات اللي فاتت، كل الرمضانات اللي فاتت. وبعدين يا جماعه هنفضل لغايه كده هنفضل لحد امتى بهذه الطريقه يا جماعه؟ عايزين نتعامل مع رمضان ده انه اخر رمضان في حياتنا، انه رمضان مودع، ان ده رمضان اخر رمضان في حياتنا واحنا بنجيب اخرنا فيه. اسمع الحديث الخطير ده، لا حديث، انا دلوقتي قلت لك ان الليله في رمضان لها قيمه واليوم في رمضان بعمرك كله، لا ده مش الليله ومش اليوم. انتوا عارفين يا جماعه احنا هنصوم قد ايه ان شاء الله في رمضان الجاي؟ حوالي 14 ساعه. عارفين ال 14 ساعه دول لو ضربناها بالاله الحاسبه في 60 في 60 عشان نحولهم لثواني هيطلعوا 50,000 ثانيه، معاك صور بسيطه، حوالي 400 ثانيه حاجه بسيطه. يعني الصيام يوم في رمضان ب50,000 ثانية، 50,000 ثانية يقوق عطش 50,000 ثانية يوم القيامة، 50,000 ثانية يقوق عطش وحر 50,000 سنة من أهوال يوم القيامة. يعني ثانية من رمضان بسنة من سنوات الأهوال والحر يوم القيامة. لا احنا بنتكلم عن حاجة لازم تركز معايا، لازم تجيب أخرك في التركيز معايا، لازم كلك يبقى قلب الوقت بيسمع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رمضان. كل كلمة ربنا قالها عن رمضان في القرآن تزلزل القلب. شوف لما ربنا يوصف رمضان في القرآن يقول أياما معدودات، أياما معدودات، هي دي كلمة بسيطة. لما أم تقول لابنها يا ابني أنا 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 أيامي في الدنيا بقت معدودة، قلبه يتفطر ولا لأ؟ رمضان من قبل ما يجي وهو بيقول لك أنا أيامي في الدنيا معدودة، هتلحق تستغليني ولا لأ؟ هتلحقي تستثمريني ولا لأ؟ لما يكون حبيب ما بيجيش لحبيبه غير أيام معدودة في السنة، بيتلحف عليه قد إيه؟ وبيستثمر كل لحظة يملى عينيه منه وهو موجود معاه قد إيه؟ بيحزن عليه بعد فراقه قد ايه؟ ربنا بيقول لك ان السنه مش كلها رمضان، يا ريت السنه كلها كانت رمضان، ده هي ايام معدوده في السنه كلها، يا ترى هتعملي فيها ايه؟ ايام المعدودات يا جماعه لما تكون يعني كيلو الرز فيه 10,000 حبات رز مثلا ما تفرقش 10 من 9,000، ولكن لما تكون الحاجه معدوده بالواحده لا ده يبقى ليها قيمه، اللؤلؤ يتعد بالواحده، الجواهر تتعد بالواحده، تتعد بالقطعه، ايام المعدودات يعني نفس الشعار اللي احنا عملناه شعار لينا الليله واحنا بنتكلم. اغلى ايام حياتك ايام معدودة غالية، ايام من كتر غلوها بتتعد بالوحدة يا جماعة، اغلى ايام حياتك، اغلى ايام حياتك بيننا وبينها ساعات، يا ترى هنعمل ايه؟ اسمعي بقلبك بقلبك الحديث الخطير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم انف امرئ، رغم انفه يعني يتحط، رغم ده من الرغام التراب، يتحط مناخيره في التراب، يتمرمغ في التراب يوم القيامة، يتحط مناخيره في قاع جهنم في النار والعذاب بالله. ده اللي عمل ايه يا رسول الله؟ رغم انف امرئ ادرك رمضان ولم يغفر له. يعني قضية رمضان مش اللي يفوتوا رمضان مش هيخسر، ده هيهلك. اللي يفوتوا رمضان مش هيخسر يا جماعة، ده هيضيع. اللي يفوتوا رمضان ده امين السماء جبريل دعا عليه انه يرغم انفه، امين الارض محمد امن على هذا الدعاء عليه الصلاة والسلام. حيث اذن يا اخواني هنسأل نفسنا قبل ما ننطلق في رحلة الليلة وفي درس الليلة، لا احنا عايزين نقول في مهرجان الليلة ليه؟ مش ربنا بيقول فمن شهد منكم الشهر فليصم؟ شهد، شهد يعني مشاهد، الكون كله بيتقلب في رمضان وانت مش هتتقلب وحياتك مش هتتقلب، الكون كله بيتغير في رمضان وانت مش هتتغيري، الكون كله بيتقلب استعداد لاستقبال رمضان
وانت مش هتستقبليه زي ما الدنيا كلها والكون كله بيستقبله. من شاهد مشاهد قبل احتفالية رمضان والمهرجان الكوني بتاع رمضان واحنا داخلين عليه. انا بسألك امتى؟ امتى قلبك هيبقى ابيض بقى؟ امتى صحفتك هتطهر من الذنوب بقى؟ امتى ربنا هيرضى علينا بقى؟ امتى هننام واحنا حاسين برضا الله؟ امتى هنحس ان احنا قريبين منه واحباب ليه وغاليين عنده سبحانه وتعالى؟ امتى يا جماعة شهوات قلوبنا هتتطهر؟ امتى نزوات نفوسنا هتجلى؟ امتى يا اخواني؟ امتى الحياة اللي احنا عايشينها دي هتتغير؟ امتى هنتربى؟ امتى هنتبنى؟ امتى هنبقى من جنود ربنا؟ يا باغي الخير اقبل، يا اللي عايز دنيا تعالى، يا اللي عايز ذرية تعالي، يا اللي عايز رزق تعالى، يا اللي عايز رضا الله تعالى، يا اللي عايز عتق من النار تعالى، يا باغي اي خير من خير الدنيا والدين والاخره، يا اللي عايز رحمه، يا اللي عايز نفحات، يا اللي عايز مغفره، يا اللي عايز ابواب الجنه الثمانيه اقبل تعالى. اقبلوا يا اخواني درس الليله باذن الله سبحانه وتعالى. واحنا في رحلتنا في الكلام عن رمضان هنتكلم عن رسائل جايه لنا من رمضان، رسائل كان رمضان بيبعت لنا رسائل، او احنا واحنا بنتكلم عن رمضان. انا بسالكم يا جماعه، اللي مش هيتحل مشاكل حياته في رمضان هتتحل امتى؟ اللي مش هيعتق رقبته من النار في رمضان هتعتق امتى؟ اللي مش هيجد ريح الجنه دون رمضان هيجدها امتى؟ اللي مش هيتعرض لنفحات ربنا في رمضان هيتعرض امتى؟ اللي مش هيتغفر له في رمضان هيتغفر له امتى؟ اللي مش هيتبنى وهيتغير في رمضان هيتغير امتى؟ اللي مش هيسبق لو ما فقتيش في رمضان هتفوقي امتى؟ لو ما نلتش فتوحات ربنا في رمضان هيفتح عليك امتى؟ لو ما امنتيش قبرك في رمضان هتامنيه امتى؟ امتى يا جماعه؟ اللي مش هيحل مشاكل حياته في رمضان هيحلها امتى؟ الرسول عليه الصلاه والسلام وهو بيتكلم عن رمضان بيقول في حديث صحيح، كل احاديث باذن الله درس الليله صحيحه باذن الله سبحانه وتعالى، طبعا قدر اجتهاد البشر، احنا كلنا بشر، احاديث صحيحه باذن الله. ولكل مسلم في كل يوم وليله دعوة مستجابة. يعني ايه؟ يعني كنا بنسمع ان في 30 دعوة مستجابة في رمضان، لا ده في كل يوم دعوة وفي كل ليلة دعوة، يعني 60 دعوة مستجابة. يعني لو اغنى اغنياء العالم جالك دلوقتي قال لك 60 شيك على بياضة همك، اكتب في كل شيك اللي انت عايزه ولله المثل الاعلى. انت ليه ما انتش واثق في ربنا؟ لو اغنى اغنياء العالم قال لك انا هفتح لك خزائني 60 مرة في الشهر ده هوت، يا ترى هتفرح قد ايه؟ المرة دي هاخد عقارات، والمرة اللي بعدها هاخد اموال، والمرة اللي بعدها، والمرة اللي بعدها. احنا مش واثقين في ربنا ولا ايه؟ 60 حلم من احلام حياتك ممكن يتحققوا في رمضان، 60 مشكلة من مشاكل عمرك ممكن يتحلوا في رمضان. يا ترى يا جماعة احنا مقدرين مسألة 60 دعوة مستجابة في رمضان؟ يعني ايه؟ يعني انت لو ذاكرت نص ساعة في اليوم مش هيفرق معاك في مستقبلك حاجة، لو نزلت تجري تسأل على فلوس نص ساعة مش هيفرقوا معاك في الفلوس حاجة، ولكن نص ساعة في رمضان نرفع ايدنا نقول يا رب ممكن تغير حياتنا كلها. نص ساعة قبل الفطار كل يوم، نص ساعة كل يوم في رمضان، او ساعة او ساعة ونص على قد ما تقدري. رمضان ده شهر الدعاء. انتوا فكركوا ان الموضوع على قد 60 دعوة مستجابة؟ لا، ده في حديث تاني صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، للصائم عند فطره دعوة ما ترد، للصائم عند فطره دعوة مستجابة. يعني ايه؟ يعني دعوة النهار ودعوة الليل غير دعوة ساعة الفطار. لما كان عبد الله بن عمرو بن العاص يجمع اولاده بعد الفطار ومراته ويقعدوا يدعوا ربنا، دي دعوة ثالثة. ده غير كمان بقى حاجة ثانية، ايه هي؟ ثلاثة لا ترد دعوتهم. لما الرسول عليه السلام يروى عنه ان الصائم حتى يفطر، يعني ايه؟ يعني من اول ما اتسحرت والفجر ده لغايه المغرب الموضوع مفتوح، ادعي ربنا قول يا رب. يا جماعه اللي مش هيتحل مشاكل حياته في رمضان هتتحل امتى؟ الحديث الخطير اللي اول مره اعرفه في حياتي وانا ببحث هذه المره في احاديث وايات وكنوز رمضان ونفحات رمضان، الحديث الخطير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لا يمهل في كل ليلة من رمضان حتى ثلث الليل الاول. اسمعوا يا جماعة، من يوم ما بدأنا نتكلم مع بعض ومن يوم ما سمعنا الدعاء كلهم بيتكلموا، الكل بيقول ثلث الليل الاخر، تنزل ربنا في الثلث الاخير، على اشهر الاقوال طبعا، على اشهر الاقوال. المرة احنا بنقول كلام تاني خالص،
إن الله لا يمهل في كل ليلة من رمضان، حتى إذا كان ثلث الليل الأول، يعني وانت لسه راجع من صلاة التراويح كده، يعني على الساعة 10 بالليل كده، هبط إلى سماء الدنيا هبوطا يليق بجلاله وكماله، فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من تائب يتاب عليه؟ يعني إيه؟ إيه الخطير اللي في الحديث ده؟ الخطير يا جماعة إن تنزل الملك في ليالي رمضان تلتين الليل، من أول ما التلت الأولاني بيخلص، يعني فرصة رهيبة للاتصال بالله والأنس بالله ودعاء ربنا. يعني إيه؟ يعني ليل رمضان غير أي ليل، ليالي رمضان غير أي ليالي. مين اللي هيقتنصها؟ مين اللي هينتهزها؟ مين اللي هيسكن إلى جواب بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى؟ نامي لو ما أنتش محتاجة حاجة منه، نام وما تتحجتش لو مستغني عن جواره في الفردوس الأعلى. أنا مش عارف أقول إيه وأسيب إيه وأنا بتكلم عن رمضان. اللي مش هتعتق رقبته من النار في رمضان هتعتق إمتى؟ اللي مش هيأمن قبره في رمضان يا جماعة هيأمنه إمتى؟ يا إخواني، القبر إيه أخطر مكان موجود على وجه الكرة الأرضية؟ السجون؟ لا. المفاعلات النووية؟ لا. القبور اخطر مكان موجود على وجه الكرة الارضية. عارفين قبور الصوامين؟ قبور الصوامين حصون حصينة من النار، قبور الصوامين روضات من رياض الجنة. اسمعي كلمتين بس رسول الله صلى الله عليه وسلم قالهم خلصوا الموضوع كله: الصيام جنة. يعني ايه جنة؟ جنة ده لفظ حرب اصلا، يعني درع، يعني حصن حصينة. من ايه يا رسول الله؟ يعني وقاية، وقاية من عذاب القبر. يا نهار ابيض، الصيام ده اهو ووقاية من عذاب النار، ووقاية من الذنوب، ووقاية من الوقوع من الصراط، ووقاية من غضب ربنا، ووقاية من امراض الدنيا لانه بيصح البدن، ووقاية من شهوات النفس، ووقاية من وسوسة الشيطان، ووقاية من ابتلاءات الدنيا لانك استحملت التعب في الدنيا عشان ربنا. يعني ايه يا جماعة؟ يعني امني قبرك في رمضان. اللي مش هيثقل موازينه في رمضان هيثقلها امتى؟ اسأل حسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف الا الصيام. يعني يا رب، يعني الصيام حتى من 700؟ يعني الصيام اضعاف ما حدش يعرف مداها؟ تخيلي على ميزانك بقى، فانه لي وانا اجزي به. في حاجات لما موظف حكومه بيعملها مدير المصلحه بيدي له علاوه، وفي حاجات لما يعملها رئيس الجمهوريه نفسه اللي هيلبسه وسام الشرف، انا اجزي به. الكلمه دي ما بتفتتش قلبك من الشوق لثواب رمضان لما ربنا يقول لك ان اللي هيتولى اثابتك على ثوابك في رمضان، على ثواب صومك بنفسه هو ربنا؟ انه ليه؟ اصل انت سبت الدنيا كلها عشاني، سبت الشهوه والطعام والشراب، ما هي دي الدنيا، والشهادات والمراكز والاموال، كل ده عشان ايه؟ عشان الحاجات ده هي الدنيا. انتوا سبتوا الدنيا عشاني، شوفوا انا هديكوا ايه، شوفوا انا همتعكوا قد ايه. تخيل في ميزانك يوم القيامه رمضان لو انت فزت فيه، ميزانك هيفرق. زي ما الرسول قال: عليك بالصوم فانه لا مثل له. ده بيتقل الموازين تتقيل، ما فيش زيه. بعض السلف قال ان التسبيحه في رمضان بألف تسبيحة بغيره. طب جاب الكلام ده منين بقى؟ حديث الصحيح في صحيح البخاري، اصله في صحيح البخاري، ان عمره في رمضان كحجة معي. العمرة بقت حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المضاعف قد ايه؟ يبقى ختمة القرآن هتضاعف قد ايه؟ يبقى ثواب كل عبادة هيتضاعف قد ايه؟ يبقى قيام الليل هيتضاعف قد ايه؟ ما احنا نضيع ده؟ انت فين من كل ده؟ انت فين من كل ده؟ انتوا فين من كل المواسم الرهيبة ده يا جماعة؟ اللي مش هيحول موته لافراح في رمضان هيستعد لموته امتى؟ للصائم فرحتان: فرحه حين فطره، يفرح بفطره، وفرحه حين يلقى الله، يفرح بصومه. انت بتفرحي يوم القيامه بكل ساعه فطرتيها، ساعه ما هتقابلي ربنا تفرحي بكل ساعه صمتيها، بكل دقيقه صمتها، بكل وقت صمت ربنا سبحانه وتعالى. اللي مش هيتعرض لفتوحات ربنا في رمضان هيتعرض ليها امتى يا جماعه؟ ثلاث احاديث صحيحه، ثلاث روايات صحيحه: اذا كان اول ليله من رمضان فتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب. الحديث الثاني: فتحت ابواب السماء. الحديث الثالث: فتحت ابواب الرحمه. يعني ابواب السماوات السبع مفتوحه، ما فيش حجاب بين دعائك وبين ربنا، وابواب الجنه الثمانيه مفتوحه، اجري وانطلق وادخلها كلها، وابواب رحمه ربنا كلها مفتوحه. 30 يوم ابواب السماء مفتوحه، وابواب الجنه مفتوحه، وابواب الرحمه مفتوحه. بعد كده ما تترحمش، يبقى رغم انت امرئ ادرك رمضان ولم يغفر له، يبقى له حق ان النبي عليه الصلاه والسلام
ايه ده عليه؟ اللي مش هيسبق في رمضان هيسبق امتى يا جماعه؟ طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه نايم، شاف ان اتنين من الصحابه كانوا ماتوا، واحد مات شهيد والتاني عاش سنه ومات على سريره، فشاف ان اللي مات على سريره ده هو بعد سنه دخل الجنه الاول، والتاني اتاخر شويه عما دخل مكانه، كلم الناس، المدينه كلها ضقت بالتفكير والاستغراب والتعجب، ازاي اللي مات على سريره يسبق الشهيد؟ الرسول عليه الصلاه والسلام قال لهم: من اي ذلك تعجبون؟ انتوا بتعجبون ايه؟ الم يعش بعده عام وصام رمضان، ادرك رمضان وصامه وصلى كذا وكذا سجد لله، فاسمع: فلما بينهما ابعد مما بين السماء والارض. يعني انت برمضان تبقى بينك وبين الناس كلها زي اللي بين السماء والارض؟ لا، ده برمضان واحد، رمضان واحد بس يبقى الفرق بينك وبين الدنيا كلها زي الفرق بين السماء والارض. اللي مش هيجد ريح الجنه في رمضان هيجدها امتى؟ هيجدها امتى؟ زي انس بن النضر في احد: اني لا اجد ريح الجنه دون احد، اني لا اجد ريح الجنه دون رمضان يا امه محمد، ان لا نجد ريح الجنه، ريح الريان يا جماعه، خلاص جنه الريان فاحت يا جماعه، وبدات روائحها تملى الدنيا كلها، انتوا لسه ما شمتوش ريحه جنه الريان؟ لسه لغايه دلوقتي كل كلمه ربنا قالها عن رمضان في القران تزلزل القلب. اسمعي قول الله، كلام الله: شهر رمضان الذي انزل فيه القران. شهر ربنا لما يقول شهر رمضان غير لما تقولي شهر رمضان، كان ممكن ربنا يقول رمضان، لا شهر، ليه شهر؟ الشهر جاي من الشهره، لانه مشهور، مشهور بين اهل السماء، مشهور بين سكان الجنه ان لولاه كان معظمهم ما دخلوش الجنه، مشهور بين سكان الفردوس الاعلى ان لولاه ما كانتش اعمالهم ضعفت للدرجه دي، مشهور بين اهل النار ان ضياعهم كله معظمهم كان بسبب عدم استغلال رمضان، مشهور بايه؟ بالرحمه، بالمغفره، بالعتق من النار، بالنفحات، بالفتوحات، بالاستفاءات، مشهور بنصر بدر ونصر فتح مكه، مشهور ان يوم بدر ربنا قتل كل اللي سخروا من النبي واستهزأوا بيه، مشهور بحطين وعين جالوت وفتح الاندلس، مشهور بالفتوحات العظمى في تاريخ الاسلام كلها، مشهور بانه شهر الهدايه، شهر يا جماعه. طب ليه ربنا يقول شهر؟ شهر يا اخواني لان الشهر كله نفحات، الشهر كله رحمات، الشهر كله فتوحات، يعني مش يوم فيه ولا شويه فيه، لا، مش في الاول وخلاص، لا، اسمعوا معايا بقى. اول حاجه: اذا كان اول ليله من رمضان، اسمعوا الكون بيتقلب ازاي في استقبال رمضان، يا اللي لسه نايمين وما بتستقبلوهوش صح، اسمعوا الكون كله بيستقبل رمضان ازاي. اذا كان اول ليله، انا هجيب لكم اول ليله وكل ليله واخر ليله، انا حاسسكم، انا، انتوا فين من كل ده؟ انت فين من كل ده؟ فين يا جماعه؟ فين حفين من اغلى ايام حياتنا؟ اذا كان اول ليله من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجان. ليه؟ هما بيتأيدوا عشان انت تتحرر وتنطلق. الشيطان بيجري منك مجرى الدم هيتشل في رمضان، ربنا هيشلهولك. ليه؟ عشان ربنا يحفظك، عشان ربنا يصدقك تماما لطاعته. وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب. ليه؟ ليه؟ عشان ما يجيش شاب يقول ده انا ياما عملت وياما سويت، هتوب من ايه ولا ايه؟ لا، خلاص، على صفحة بيضة، ابدأ من جديد، كأن ربنا بيقولك ابدأ من جديد، كل اللي فات انساه، يا اما في رمضان تستغله بعد كده كل اللي فات راح، يا اما تخرج من رمضان اسوأ مما كنت. رمضان يا هتخرجي منه اطهر مما كنت، يا هتخرج منه اسوأ مما كنت. غلقت ابواب النار، اوعى تفتحها انت على نفسك، وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب. في رمضان فرصة للدخول من ابواب الجنة الثمانية. لمين؟ مفتوحة لمين؟ مفتوحة للكل، حتى للي عصى، حتى للي عملوا كبائر، حتى للي برزوا ربنا بالمعاصي، حتى للي كفروا بالله ورجعوا اسلموا وتابوا فيه، مفتوح للجميع يا جماعة ابواب رحمة ربنا وابواب الجنة. ده في اول ليلة بس. طب وفي اخر ليلة؟ ان الله يغفر لامتي في اخر ليلة من رمضان. يعني مغفرة للامة؟ ايوة، ولكن اذا قضى العامل، اذا وفى العامل عمله قضي له اجره او وفي له اجره، اذا قضى العامل عمله وفي له اجره. يعني اللي اشتغل في رمضان بيتغفر له في اخر ليله، يعني اخر ليله برضه، ده اخر ليله ربنا بيعطيك فيها قدر ما اعطك طول السنه كلها. يعني ايه يا جماعه؟ يعني رمضان ده، يعني ده اول ليله واخر ليله، طب ما بينهم كل ليله. اسمع، ربنا ثلثين الليل بيقول لك: هل من تائب؟ هل من سائل؟ ملائكه كل ليله بتقول: يا باغي الخير اقبل، يا اللي عايزين فتوحات وعطاءات تعالوا،
يا باغي الشر اكثر اكثر. ليه؟ لان زي ما الحسنات بتضاعف في رمضان السيئات بتضاعف في رمضان. خافهم خافوا يا اللي بتقعدوا على الشاشه الخيمه الرمضانيه، خافهم يا اللي رايحين على الساحل الشمالي الخيمه الرمضانيه الترابيزه بقى ب 7000 جنيه، خافهم خافوا من ربنا، لان زي ما الحسنات بتضاعف في موازين في, في في مواسم الفضل السيئات بتضاعف. يعني كل ليله الملائكه بتنادي وربنا من قبلهم بينادي، وكل ليله عتقاء من النار، وكل ليله دعوه مستجابه، وكل ليله ابواب الجنه الثمانيه مفتوحه، وابواب السماوات كلها مفتوحه، وابواب الرحمه مفتوحه. يعني ايه؟ يعني يا جماعه انت فين من كل ده؟ انت فين من كل ده؟ انتوا فين من كل المواسم الرهيبه دي؟ شهر رمضان، شهر ده حتى عند السحور انت ليك ثواب عند السحور. تعرفوا ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين؟ يعني لسه ببدا بقول بسم الله الرحمن الرحيم ما صمتش، ربنا يصلي عليا وملائكته؟ ليه؟ ده انا لسه ما اشتغلتش، ده انا بس نويت نيه صادقه ان انا اصوم. اذا كان عندي النيه الصادقه بس ربنا صلى عليك الملائكه، امال لما تشتغل بقى وتجتهد بالنهار ربنا يعمل لك ايه؟ ربنا هيعمل عشانك ايه وهيديك ايه؟ مواسم، مواسم رمضان مش موسم رمضان، مواسم. يا حسرته اللي عند السحور قاعد ياكل ومبسوط وفرحان ومش عارف ان في لسه اسماء اتكتبت بالمعتوقين من النار الليله، وانت يا غلبان قاعد لم تعتق وما انتش عارف ان راحت عليك الفرصه ده الليله. لا يا جماعه مش عايزين نبقى من المحرومين. شهر رمضان، رمضان جاي من رمضاء، رمضاء الحجاره المحرقه. رمضان بيحرق، بيحرق الشهوات في قلبك، رمضان بيحرق الذنوب في صحيفتك، رمضان بيخرجك زي سبيكه الذهب اللي خرجت من على النار طاهره. كلمه رمضان خلصت الموضوع، يعني جهد ومجهده وتعب. طب يا جماعه اللي بيصوم رمضان صاحب ياخد جنه ايه؟ الريان. كلمه رمضان عكس كلمه الريان، رمضان فيها احتراق وريان فيها ارتواء. ليه؟ عشان ربنا يعرفنا ان النعيم لا يدرك بالنعيم، لازم تتعبي عشان ترتاحي في الاخر. من اراد المؤمن اذا ارتاح غفل، لازم تبذل عشان ترتاح في الاخر. من كان له بدايه رمضانيه محرقه كان له نهايه ريانيه مشرقه. الجائزه الكبرى، الجائزه الكبرى في رمضان، ان في الجنه باب يقال له الريان، ينادى يوم القيامه اين الصائمون، فاذا دخل اخرهم اغلق عليهم فلم يدخل احد معهم. الجائزه الكبرى يا جماعه، الصائم فرحتين، وكذلك له عيدين، عيد بعد رمضان اللي هو عيد الصغير، وعيد يوم القيامه على باب جنه الريان. ده الرسول ما قالش الجنة اسمها الريان، ده قال الباب اسمه الريان. يعني من اول من وانت على الباب هترتوي كل شهواتك، هترتوي كل رغباتك. ما انت ياما عطشت والناس شربت، وياما جعت والناس شبعت، النهاردة ارتواء كامل. يا جماعة الجائزة الكبرى، فاذا يقال اين الصائمون، جنة حصرية للصائمين، حصريا للصائمين فقط، فاذا دخلوا اخل اخرهم اغلق عليهم. يعني كل اهل المحشر حتى اهل الجنه واقفين يتفرجوا عليهم، والكل بيتحسر، يا ريتني كنت من الصوامين، يا ريتني كنت منهم. تضيع الفرصه دهيت، تضيع الفرصه دي. شهر رمضان الذي انزل فيه القران، انزل فيه يعني انزل في شرفه وتمجيده وكرامته القران. القران نزل يمدحه وبرضه القران نزل في رمضان. طب اشمعنى رمضان؟ اشمعنى القران ينزل في رمضان؟ مش الرسول، لان رمضان ده يا جماعه ده البدايه، رمضان ده بدايه علاقتك بالله، رمضان ده بدايه الدين على الارض كلها. اسمع الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت صحف ابراهيم في اول ليله من رمضان، ونزلت التوراة لست خلين من رمضان، يعني كمان التوراة في رمضان، ونزل الانجيل لثلاث عشرة مضين من رمضان، كمان الانجيل في رمضان، ونزل الزبور صحف داود لثمان عشرة خلت من رمضان، كمان صحف داود، ونزل القرآن لأربع وعشرين خلين من رمضان. يعني كل الكتب اسمها في رمضان. يعني رمضان كان بداية الهداية، بداية الهداية في الدنيا كلها. لازم يبقى رمضان بدايتك، لازم يبقى رمضان بدايتك. رمضان رمضان الشهر اللي مكة كلها اسلمت فيه، رمضان الشهر اللي ياما ناس دخلت في رحمة ربنا فيه. هنضيع رمضان؟ احد اخواني بيقول مرة دخل الجامع في رمضان شاف شاب، بيقول الشاب ده انا لما دخلت الجامع وشفته انا قلت انا غلطت، وده مش الجامع، مش ممكن ده يدخل جامع. كان بيقول لاصحابه من كتر اللي وصل له ايه اللي لسه ما عملناهوش من المعاصي عشان نعمله والعياذ بالله، بيقول لقيته داخل في رمضان
والوقت حافظ من حفاظ كتاب ربنا سبحانه وتعالى. كم واحد كان بدايه علاقته بربنا في رمضان؟ خليه بدايتك بقى، خليه بدايتك. طب ليه رمضان القران كله نزل فيه؟ القران كله ازاي؟ هو مش الرسول نزل عليه في رمضان بس في ليله القدر، اول ليله قدر خمس ايات من اول سوره اقرا؟ القران كله نزل للسماء الدنيا الاول، لبيت العزه في سماء الدنيا. طب ليه؟ ليه 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 المعنى ده بيدل على ايه؟ بيشير لايه؟ ان القران كله نزل في رمضان، ان الدين كله نزل في رمضان، ان رمضان ده شهر الدين كله، رمضان ده شهر اخذ الدين بقوه، رمضان شهر تطبيق الدين كله. رمضان يا جماعه احنا بنعمل فيه عبادات براه ما فيش عباده واحده منها نقدر نعملها. مين فينا يقدر يصوم 30 يوم ورا بعض، يقوم 30 ليله ورا بعض بنفس عدد الساعات ده بتاع رمضان؟ الا نادر النادر يعني. ما بالك ان كل ده مع بعضه وختمه قران. رمضان بيثبت انك تقدري وانك انت تقدر، انك تقدر تتغير. اديك صمت 30 يوم ما عدتش تقولي بقى ما اقدرش، اديك قمت 30 ليله ما عدتش تقول بقى ما اقدرش. خلاص يا جماعه رمضان اثبت، ربنا ورانا بيه برهان ان احنا باذن الله بالاستعانه بالله نقدر. انا مش عارف اقول ايه واسيب ايه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اليسر ربنا يريد بك اليسر في دنيتك وعند موتك وفي قبرك. الفائزين في رمضان دول اخرتهم غير اخرة كل الناس. لو انت فزت في رمضان موتك بيبقى افراح وفرحة حين يلقى الله. القبر بيبقى حصن حصين من النار. ساعة الطلوع من القبر بيبقى ريحتك اطيب من ريح المسك، يعني اطيب من ريحة الشهيد، اطيب. في صحيح مسلم لا خلوف، لا خلوف بالضم، لا خلوف فم الصائم اطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. في صحيح مسلم يا جماعة يعني انت طالع ريحتك غير كل الناس. كل الناس عطشانة وانت مروي لانك ما عطشت، كل الناس حرانة وانت في ظل صدقتك اللي تصدقت بها في رمضان. مين يا جماعة، مين يا اخوانا، مين يا جماعة يقدر ينتهز شهر رمضان؟ اسرع الناس للجنة، اتقل الموازين فيهم. غير ان الصيام، سفيان بن عيينة بيقول ان الصيام ما حدش يقدر ياخد منك حسناته. يعني على القنطرة لو انت ظلمت حد من العباد ياخد من اي عبادة الا الصيام. ليه؟ عليه حصنة ربانية ما حدش يقدر ياخده. يعني ده اللي ممكن تدخل به الجنة في الاخر. ولا يريد بكم العسر، الحسرة اللي في النهاية لما تلاقي الناس بسبب رمضان طلعت في الجنة، تندم ساعتها على الخبر الرمضانية، وتندم ساعتها على المطبخ اللي قضيته في رمضان كله. هتعرف ساعتها قيمة التراويح، هتعرفي ساعتها قيمة ختمات القرآن لما نشوف الناس فازت بسبب رمضان قد ايه يا جماعة، قد ايه. رمضان اللي مش هيشتغل، اللي مش هيتقل ميزانه في رمضان هيتقله امتى؟ اللي مش هيحول موته الافراح في رمضان هيعمل لموته امتى؟ اللي مش هيجاب دعاءه في رمضان هيجاب دعاءه امتى؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ربنا بيقول فمن شهد منكم الشهر فليصم. الصيام اصلا في اللغه لما الفرس ما عادش ياكل ولا يشرب بس لسه واقف على رجليه، لسه واقف على رجليه اسمه صائم. الصيام انك ما عدتش بتاكل وتشربي بس قائمه لله بالعبادات. خلاص الغذاء والشحن ما عادش الاكل والشرب، عاد غذاء تاني. رمضان شهر الروحانيات. الرسول كان بيواصل عليه الصلاه والسلام الصيام فيه من غير اكل وشرب ويقول يطعمني ربي ويسقيني، غذاء تاني، طعام تاني. كان بيستخسر الدقيقه تروح في رمضان في الاكل والشرب عليه الصلاه والسلام. كان اجود في رمضان من الريح المرسله حينما كان ياتيه جبريل يدرسه القران. ليه؟ لان لما كان بيجي له اعظم ملك في اعظم شهر يدرسه اعظم كتاب كان الرسول بيعمل اعظم صفه اللي هي الجود والكرم. ولان اخطر حاجتين في يوم القيامه العطش والحر، صيام رمضان يقوق العطش لسه، الحر صدقة رمضان تبقى انت في ظلها يوم القيامة، كما ثبت عن رسول الله ان المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة يبقى انت نجوت من اكبر مشكلتين يوم القيامة. وايه كمان؟ ان الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان لما شاف جود ربنا وكرم ربنا ونفحات ربنا جاد على البشر كلهم، ولان النبي كان نفسه ربنا يجود عليه كمان وكمان فبيجود على البشر عشان ربنا يجود كمان وكمان، ولان الرسول قلبه رحيم عليه الصلاة والسلام لما تذوق الجوع والعطش تعطف على كل الناس وعلى كل محروم، ولان النبي عليه الصلاه والسلام كان عايز كل الناس تتفرغ للعباده فكان بيدي للكل 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 عشان كله يتفرغ للعباده. ولان الانسان لما بيصوم ويمتنع عن الدنيا بيزهد في الدنيا فيبدا يطلع الدنيا بدون حساب. ولان الرسول كان بيعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لانك انت لما بتشوف كرم ربنا خلاص بتعطي عطاء من لا يخشى الفقر لما تشوف جود ربنا سبحانه وتعالى. روحانيات يا جماعة، كل دي معاني يا اخواني. عشان كده ربنا سمى الصائمين السائحون والسائحات.
ربنا سمى الصيام سياحة، سياحة روح. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول من صام رمضان ايمانا واحتسابا. كلمة واحد عايش دي، كلمة حد عايش ايمان، يعني طول ما انت صايم قلبك عايش مع عظمة ربنا. عشانك يا رب عطشان، يا رب كوباية المية قدامي ومحدش شايفني بس عشانك يا رب مش هشرب. واحتسابا قلبك عايش مع جنة الريان اللي انت نفسك فيها بسبب صيامك. كل ما تجوع معلش طعام الريان بكرة هاكله، كل ما تعطشي معلش شراب الريان وانهار الريان بكرة اشرب منها وعصائر الريان. كل ما تشتاق لزوجتك تبقى معلش زوجة الريان زوجتي في الجنة وزوجي في يا جماعة رمضان ده، رمضان ده شهر المشاعر كلها. رمضان الصيام فيه عامل زي الصلاة، السحور زي تكبيرة الإحرام الله أكبر، والفطار زي التسليم السلام عليكم ورحمة الله، وما بينهم انت خاشع خاضع طاير عايش مع كرم ربنا وعايش مع كل المعاني دهيت. هنعمل ايه في رمضان؟ اللي مش هيسبق في رمضان هيسبق امتى؟ اللي مش هيغفل ليه في رمضان هيغفل له امتى؟ اسمعوا. واحد، من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني ترجع كيوم ولدتك امك. اثنين، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اهدى. ثلاثة، من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر يعني الثلاثين يوم صيام وقيام، جت ليلة عوضتهم كلهم، يعني ليلة واحدة بالشهر كله. اهدى. النفحات دي اللي مش هيتعرض لنفحات ربنا في رمضان هيتعرض لها امتى؟ زي ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي صح عن رسول الله كما قال عليه الصلاة والسلام، لما الرسول اخبرنا ان في ايام الظهر كل الايام نفحات، يعني الثلث الاخير من الليل رمضان عشر ذي الحجة نفحات. فمن فاز او تعرض لنفحة لم يشقى بعدها ابدا. النفحة دي اصلا نفحة الطيب، يعني كأن الخزائن ينزل منها نفحات كده. اللي ياخد النفحات دي لا يشقى بعدها ابدا. احنا فين يا جماعة؟ رمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن، يعني مش غافرات، لا مكفرات. التكفير اللي هو التغطية، يعني من كتر مضاعفة الحسنات تغرق السيئات تغطيها تماما لما بينهن. يعني تخيل ادي رمضان وادي رمضان وما بينهم في الصحيفة سيئات سيئات سيئات، النور بتاع رمضان على رمضان يغرق اي حاجة بينهم. اي حاجة يا جماعة. مواسم مغفرة، موسم مغفرة اللي مش هيتغفر له في رمضان هيتغفر له امتى؟ امتى يا جماعة؟ اللي مش هيشتغل في الدعوة في رمضان هيشتغل في الدعوة امتى؟ اللي مش هيشتغل لدين ربنا في رمضان، اللي مش هيعطف على الفقراء والمساكين في رمضان هيعطف عليهم امتى؟ زي ما انتوا شايفين كده، كل دي حالات، ودي جزء من اللي كان في العربيه، من اللي كان في العربيه بره، ويعني كل دي حالات، وحالات باذن الله سبحانه وتعالى. مشروع عظيم، مشروع كبير، مشروع جديد باذن الله الواحد تمناه، ياما تمنى هذا المشروع، كلمتكم عنه يمكن مرتين او ثلاثه قبل كده، مشروع اطعام المحرومين، مش اطعام السائلين. في فرق بين السائل والمحروم، المحرومين. المهم يا اخواني، على ما نيجي، اللي مش هيشتغل في الدعوه في رمضان هيشتغل في الدعوة امتى؟ امتى يا جماعة؟ امتى يا اخوان؟ رمضان الصحابة ربنا فتح على ايديهم مكة وبدر في رمضان. انت ربنا يفتح على ايديك ايه في رمضان؟ الشاب اللي واحد موقفه بيقول له قول لي اسماء الصحابة، قال له سيدنا بكر وسيدنا عمر بكر، قال له طب قول لي اسماء سور القرآن كده، قال له سورة النملة وسورة النحلة. احنا للدرجة ديت؟ لدرجة ان الترابيزة في الخيام الرمضانية توصل ل7000 جنيه. ايه ده؟ للدرجة دي بنصرف عشان المعصية؟ امتى هنتغير يا جماعة؟ اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. يعني ايه يتطهرون؟ يعني المفاهيم اتقلبت. الكلام ده وراه مجهود رهيب من اهل الباطل عشان الناس مفاهيمها تتقلب. الوقت القنوات العلمانية شوفوا المجهود الرهيب اللي بيبذلوه، شوفوا مدينة الانتاج الوقت بقى المجهود الرهيب بيتبذل قد ايه. هو رمضان موسم تمثيليات ولا اغاني ولا؟ هم عايزين يقلبوا المفاهيم، عايزين ينكسوا المفاهيم، ولازم يكون في جهد مضاد لاهل الباطل. يا جماعة رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت. ليه رحمة الله وبركاته؟ عشان اهل البيت ده بيت دعوة، ده بيت هداية، ده بيت عمل لدين ربنا سبحانه وتعالى. خلي بيتك بيت دعوة، خلي بيتك بيت عمل لدين ربنا، حياتكم تتملى بالرحمات والبركات من الله سبحانه وتعالى. يا ترى يا جماعة اللي هتفوت منه الفرص دي في رمضان هيعوضها ولا مش هيقدر يعوضها؟ هيجيبها ولا مش هيقدر يجيبها؟ كلام كتير
وموضوع رمضان موضوع خطير، ورمضان لو ضاع مش هيتعوض، ورمضان لو راح منك مش هيتعوض. كفايه رمضانات اللي راحت، كفايه كل رمضان راح من حياتنا. نقف بقى، كفايه كل فرصه تعزكم من النار راحت، كفايه كل فرصه دعوه مستجابه راحت، كفايه كل فرصه ثمان ابواب جنه مفتوحين راحت، كفايه فرص العمر في رمضان بتروح يا جماعه. انا عايز الوقت باذن الله سبحانه وتعالى، يعني قبل ما الوقت ينسحب مننا، نبدا نتكلم بقى عن مشاريع رمضان، عن المشاريع اللي احنا نشتغل فيها في رمضان باذن الله سبحانه وتعالى. ادي ورقه بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى، يعني بعد مجهود من اخواننا، ربنا يجزيهم كل خير، كل من شارك في هذه الورقه وكل من شارك في انتاجها. ورقه يوم في حياه صائم، ورقه جديده تماما، ورقه جديده تماما باذن الله سبحانه وتعالى، ورقه فيها مشاريع رمضان. كتبنا المشاريع اللي ممكن باذن الله تخلي رمضان ده فعلا اغلى ايام حياتك واغلى ايام حياتك، اللي ممكن تخلي رمضان ده يخليك يوم القيامه يوم القيامة اتقل الناس في الموازين، واسرع الناس على الصراط، واسبق الناس للجنة، اللي ممكن تخلي قبرك حصن حصينة من النار. كتبنا مشاريع باذن الله سبحانه وتعالى، يعني مشاريع يا جماعة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في رمضان بيواصل عشان الدنيا ما تروحش منه. الصحابة رضوان الله عليهم والسلف كانوا بيقتلوا نفسهم من العبادة في رمضان. عشان كده انا عايزك تركز معايا، انا هعرض عليكم الوقت صفقات، مشاريع، ثروات، كنوز، كل واحدة من دي كنز من كنوز علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. ونبدأ ان احنا يا اخواني نبدأ نركز مع بعض كده باذن الله سبحانه وتعالى، عشان نشوف كل مشروع من دول هنخرج منه بايه. اول مشروع، مشروع ضربة البدء. مشروع ضربة البدء، ايه ضربة البدء دي؟ ضربة البداية ان اول ليلة في رمضان اللي هي ان شاء الله غالبا، يعني غالبا على توقيت مصر، يعني غالبا يوم الجمعة الجاية المغرب، يعني هيبقى السبت الا ان يكون الجمعة، وهي الجمعة هي السبت، ولكن غالبا هيبقى السبت، يعني هيبقى يوم الجمعة المغرب اول بداية في رمضان. انا عايزك ما تقولش انا قدامي 60 فرصة تعتقوا من النار و30 ليلة في كل ليلة عتقاء من النار، لا، انا عايزك تبقى رمضان ده بالنسبة لك مش 60، لا، انا عايز اول ليلة تبقى ضربة البداية، اول ليلة تقسمي على نفسك ان دي ليلة العتق من النار، ان الليلة دي لازم انا اعتق من النار. الليله من اول ليله يا جماعه ان شاء الله باذن الله كلنا من اول ليله نعهد ربنا ونعزم انها هتبقى ليله العتق. انا عايزك كل ليله في رمضان وانت بتتسحر تقول دي هتبقى ليله العتق ان شاء الله، كل يوم كل ليله وانت بتفطر تقول دي ليله العتق ان شاء الله، وترفع ايدك وتدعي زي ما كان عبد الله بن عمرو بن العاص بيدعي مع اهله بعد الفطار، تدعي ان دي تبقى ليله العتق من النار ان شاء الله، وان ربنا يملاها بالطاعه. كل يوم وانت بتتسحر هيبقى يوم العتق من النار باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى ده مشروع ضربة البداية، ان من اولها هيبقى ضربة بداية باذن الله. المشروع الثاني، مشروع كيف تصبح مالتي مليونير في 30 يوم، او مشروع كيف تربح المليار في 30 يوم. دي ممكن بتبقى عناوين بعض الكتب على الصفة كده، يعني يضحكوا على الناس شوية كده والله اعلم، يعني ان شوية مشاريع يعني كده في 30 يوم تبقى غني وتبقى، انما الوقت انا عايزك تبقى رصيدك الاخروي اعلى من الرصيد الدنيوي لاصحاب شركات المحمول واصحاب المالتي ناشونال جروبز. انا عايزك تبقى ملياردير، واحنا كلنا يا رب ربنا يتقبل منا يا رب، كلنا فقراء لتقبل الله لما نعمل وفقراء لمعونة الله. انت تعرفي ان ثواب قراءة ختمة قرآن في الايام العادية بيوصل ل3.3 مليون حسنة باذن الله ربنا تقبل، يعني يغفر لك 3.3 مليون سيئة، ما بالك اذا كان مستوى المضاعفة في رمضان ان التسبيحة بألف تسبيح، ان العمرة بحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ثواب الحج وثواب انك تبقى يعني كأنك صحبت رسول الله، كأنك مع الصحابة، ما بالك بمستوى المضاعفة. يبقى ختمة القرآن بتضاعف قد ايه؟ هتختم كم ختمة السنة دي؟ هتختمي كم ختمة السنة دي؟ هتختم كل قد ايه؟ انوي كده، هتقرا امتى؟ هنقرا في جلسة الضحى ان شاء الله، وهنقرا ان شاء الله بعد الظهر وفي المواصلات، وبعد العصر ده طبعا من العصر للمغرب، وبعد الفطار ان شاء الله، ونسمع في التراويح وفي التهجد ان شاء الله، هنملى الوقت كله بقراءة متدبرة متفكرة لكتاب ربنا. انت تعرفي انك اول ما بتفتح المصحف كده اهو، اول ما بتفتح المصحف بس تبص فيه الحسنات تبدأ تشتغل، ليه؟ لان مجرد النظر للمصحف عبادة. تعرف انك اول ما تبدأ تقرأ اول حرف العداد يبدأ يشتغل، اصل رمضان عدادات كتير اوي شغالة، عدد القرآن والصيام والاسر اللي انت بتكفلها والصدقات
والذكر كله شغال في نفس الوقت. تخيل الوقت إيه؟ انك انت اول ما تبدأ تقرأ اول حرف بس بالحرف كل حرف بعشرة بعشرة بعشرة. طب لو نزلت دمعة من عينك تبقى في ظل عرش الله لانك ذكرت الله خاليا ففضت عيناك. طب لو اية اثرت في قلبك فقمت مكررها مرة واثنين وثلاثة او صفحة. لا 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 ده انت كده دخلت بقى في ثواب التدبر من ثواب القراية. بعض السلف قال يضاعف الحسنة من 10 ل 700. موضوع بقى تدبر. طب لو الواحد خرج طبق الكلام ده. لا ده بقى كده ان شاء الله من اهل شفاعة القرآن يوم القيامة. يبقى مشروع كيف تصبح مالتي مليونير او كيف تربح المليار في 30 يوم. ادي المشروع قدامنا هوت. يا ترى يا جماعة ومئات الملايين من الحسنات بين ايدينا يا ترى هنضيعها ونرجع نبكي يوم القيامة على الحسنة الواحدة ولا هنفوق من الوقت. المشروع الثالث مشروع رمضان غيرني. مشروع اللي عايزين يتغيروا بقى اللي عايزين رمضان بالكيف بقى مش مجرد كم بس. يا اخواني يا اخواني انا عايز اقول لكم ان صلاة التراويح هو مشروع التراويح. لا مش التراويح بالظبط مش تراويح بس. التراويح كان الصحابة بيصلوا لغاية ما يتعكزوا على العصيان. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم لغاية ما خشوا ان يفوتهم الفلاح اللي هو الغداء المبارك اللي هو السحور يعني بالمصطلح اللي هو السحور. الصحابة يا جماعة كان لما بيتصلى بيهم البقرة في 12 ركعة كانوا بيقولوا خفف الإيمان. سموا صلاة التراويح تراويح عشان التريح في النص لأنها صلاة طويلة جدا. فما بالكم يا جماعة ان لازم نصلي السنة دي ان شاء الله في مسجد بيقرأ بجزء. ولو فاتك الصلاة لأي عذر تصلي انت بجزء في البيت. اشمعنى جزء؟ عشان تبقى سمعت ختمة قرآن كاملة على مدى الشهر يبقى دي ختمة كمان تضاف لختماتك. وعشان لو صلينا بجزء مش ممكن ليلة هنقل عن 100 آية في التلاوة كل ليلة. ومن قام الليلة ب100 آية كتب من القانتين. يبقى احنا كتبنا في رمضان من القانتين بإذن الله سبحانه وتعالى. ولان يا جماعة كمان احنا عايزين نيجي بقى بعد العصر كل يوم نمسك الجزء اللي هيتقري في التراويح بالليل ونقرأ بتدبر وخشوع وتفكر عظيمين. ليه بقى؟ عشان تقف في التراويح وانت محضر وخاشع ساعتها فعلا رمضان هيبقى نقطة تغيير في حياتك. ساعتها فعلا هتبدأ تتغير. ولو جبنا كتاب تفسير وقرينا تفسير الجزء منه بالنهار تفسير السعدي موجود في كل بيت ومتاح بثمن بسيط جدا في كل المكتبات في طبعة مجلد واحد. حسبت عدد صفحاته وقسمتها على 30 لقيت ان طلع يعني 29. يعني ايه؟ يعني عدد صفحات الجزء الواحد في المتوسط 29 صفحة. صعب انك تقري 29 صفحة من تفسير زي تفسير السعدي كل يوم يطول في بعض الاجزاء ويقصر بعض الاجزاء. صعب يا جماعة صعب. وتبقى عملت ختمة محدش بيعملها في الدنيا دلوقتي نادر اللي بيعملها اللي هي ختمة المدارفة. وكان اجود ما يكون حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن مدارسة بقى نطلع بقى للتغيير بقى. انها مش نفضل نقرأ القرآن ونخرج من رمضان مش متغيرين. لا عايزين نتغير. نحضر لصلاة التراويح بإذن الله نحضر تلاوة ونقرأ كمان التفسير للي عايز بقى ربنا يفتح عليه ويبقى داعية بكرة ولا يبقى له دور في إصلاح الواقع بإذن الله بكرة. أو ممكن تسمع شريط في تفسير الجزء والشرايط دي موجودة على النت لو دورت على النت هتلاقي فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى ده مشروع رمضان غيرني أو مشروع التحضير للتراويح. غير يا جماعة إن احنا لو صلينا في مسجد بيقرأ بجزء ده دي حاجة تانية. ان اصلا من صلى وراء الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يعني ايه؟ يعني الليلة 12 ساعة. لو انت صليتي وراء الامام الساعتين اللي صلاهم يكتبوا لك 12 ساعة قيام. ينهار ابيض. ولو صليت الفجر والعشاء في جماعة انت كمان انت في بيتك ان شاء الله ليكي نفس الثواب يبقى كمان خدت قيام ليلة تانية. يا راجل ولو رجعت نمت لك ساعتين صحيت تهجدت تاني يتكتب لك قيام ليلة تالتة. يا ترى هتقوم كام ليلة كل ليلة في رمضان؟ ويا ترى هنصوم رمضان السنة دي ولا زي كل سنة؟ هنصومه بقلبنا ونعيش بقلبنا مع الله ولا زي كل سنة؟ يا ترى يا جماعة المشروع اللي بعد كده مشروع يا ترى هتصوم كام يوم السنة دي؟ يا ترى هتصوم كام رمضان السنة دي؟ اللي هو مشروع التأمين على الصيام اللي هو مشروع ان كل واحد بتفطره ليك اجر يوم صيام زيه. بس اذا كان صايم رمضان مش صايم يوم عادي يبقى ليك صيام يوم رمضان زيادة. يعني لو فطرت كل يوم 10 يبقى انت 10 اغنياء او فقراء يبقى انت ليك 10 رمضانات في ميزانك غير رمضانك. كل دول تأمين على رمضانك. يعني لو فطرت 36 صايم على مدى رمضان كل صايم بيوم واليوم ب10 امثاله 360 يوم خليت السنة كلها رمضان. خدت
دي ثواب ان السنة كلها بقت رمضان. مشروع التأمين على الصيام يا جماعة، مشروعات تفطير الصائمين دي من اخطر المشروعات، وانا جاي لكم النهاردة بمشروع خطير في تفطير الصائمين، فضل ومنة الله سبحانه وتعالى. يعني الواحد بفضل ومنة الله يعني بيشارك فيه بقدر ما يستطيع من الدعوة اليه او يعني في السنوات اللي فاتت، والسنة دي ان شاء الله اتمنى انكم تشاركوني في هذا المشروع العظيم ده. كل صايم بيفطر يعني 5-6 جنيه ولا حاجة، الصايم فطار الصايم بيوم رمضان في ميزانك. يعني انت لو جبت 10 علب تمر حطيتهم في المسجد، الناس فطروا منهم طول الشهر في ميزانك. لو انت شلت معاك اكياس تمر وانت رايح تصلي المغرب وزعت على الناس في الشارع في ميزانك. لو شاركت في مشاريع تفطير الناس على الطريق السريع وقدام المستشفيات وفي المواقف في ميزانك. لو انت عملت مطبخ في بيتك وعملت وجبات 50-60 وجبة، واخوك ولا اي حد وزعهم على الناس في يعني على الطريق السريع قدام المستشفيات او المواقف، في ميزاننا يا جماعة. يعني يا جماعة تفطير الصائمين ده من اخطر المشاريع واعظم المشاريع. يبقى مشروع التأمين على الصيام مشاريع صنايع المعروف يا جماعة ميزانها عالي قوي. كان يعني احدى النساء الفاضلات بتزور ناس في مستشفى السرطان، فبتقول للمريض الاولاني نفسك في ايه؟ قال لها كيسين دم، ادته فلوسهم. التاني نفسك في ايه؟ قال لها ان انا يعني ان انا اشوف اهلي، اتصلت له بيهم. التالت بتقوله نفسك في ايه؟ قال لها نفسي ابلع ريقي، نفسي ابلع ريقي. خرجت سجدت لربنا شكر، نفسي ابلع ريقي. يا جماعة الناس عايزة حد يساعدها. اخت من الاخوات الفاضلات قعدت تدور على الانجاب 10 سنين ما انجبتش، يأست من خلاص من انها تنجب، واشتغلت في العمل الخيري وفضلت تأكل الناس وتروح مستشفيات، وهي مرة بتأكل واحدة كحك مريضة امراض عقلية في مستشفى الامراض العقلية، قالت لها ان شاء الله ربنا يرزقك نونو، والله العظيم ربنا يديك نونو وهتعملي السبوع بتاعه هنا. وطبعا السبوع ده حاجة مش شرعية، ولكن هي يعني ايه يعني كلمة يا جماعة، انما السبوع طبعا مش ايه مش ده الحاجات الشرعية اللي عندنا. رزقت بعدها، وكان اول مرة يتعمل هذا الامر في مستشفى امراض عقلية. ربنا بيدي للي بيشتغلوا، ربنا بيدي للي بيعطفوا على الفقراء واللي بيدوا المحاريم يا جماعة. عشان كده ان شاء الله هنقول الوقت مشروع شنط رمضان للمحرومين، للاسر بتاعت القرى المحرومة، مش بس اسر المدن، دول 5000 اسرة، وكمان بفضل الله في الطريق يعني حوالي 10000 اسرة تانيين. مشروع كبير، بدأنا ننزل القرى واستكشاف لحالات القرى بفضل الله سبحانه وتعالى. حس ان احنا نجيب حالات القرى الغلابة بقى، حالات المحرومة، نودي للحالات ده بإذن الله سبحانه وتعالى هذه المساعدات. مشروع مفاتيح خزائن الله. ايه مفاتيح خزائن الله؟ كتيب دعاء تشتريه او انت تشتريه، يكون في احد اذكار ادعية صحيحة، وكل يوم قبل الفطار نص ساعة تدعي ربنا. في نص ساعة ممكن تغير حياتك كل يوم. اوعوا يا جماعة خزائن ربنا المفتوحة دي تروح، ده مش دفتر شيكات اغنى اغنياء العالم بيديهولك، ده فرص مفتوحة. وطول ما انت ماشي بالنهار ادعي، وبعد الفطار لموا نفسكم وادعوا يا جماعة، ادعوا بالليل وبالنهار وبالتهجد. مشروع زيادة الارزاق وتوسعها، اللي هو من اراد ان يبسط له في رزقه يصل رحمه. ان بسط في الرزق، عايزة ذرية، عايز تتجوز حبيبي، عايزة تتجوزي، عايز وظيفة، عايزة اولاد، عايزة ربنا يصلح لك زوجك، عايزين ايه يا جماعة؟ عايزين رزق. صلوا ارحمك يا جماعة. يا اخوانا وصيتنا في رمضان يا اخوانا رقم واحد الرحم، الارحام يا جماعة، الارحام من وصلها وصله الله. لو انت وصلتهم في رمضان بالفلوس اللي ربنا اديها لك، شوف ربنا هيوصلك بفتوحات قد ايه في رمضان. ومن ضمن الرحم الوالدين، الام لما الراجل جه حديث صححه الهيثمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا اقدر على الجهاد، قال لك ام؟ قال له نعم. قال له فبرها او فاتق الله فيها فانك حج ومعتمر ومجاهد. حديث صحيح الهيثمي. يبقى مين اللي يضيع ثواب بر الام؟ اعمل عزومه لجيرانك يا اخي، الجيران يا اخي شيء مبكي، كل واحد يطلع محموله الوقت يطلع لي 5 ارقام منه لجيرانه، مش هيبقى معاك ارقام جيرانك اصلا. ازاي يا جماعه؟ عزومه لجيرانك، وعزومه لرحمك، وعزومه لقرايبك، واكرم كل الناس على قد ما تقدر. ده مشروع زياده الارزاق وتوسعها. مشروع 30 قصر في الجنه، مش في مصايف نيس الفرنسيه ولا هاواي ولا مصايف ولا في جمصه ولا الحاجات اللي فوق واللي تحت ديت. مشروع 30 قصر بايه؟ بال 12 ركعه سنن الرواتب يوميا، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، و2 بعده الظهر لوحده معاه 6 نصهم، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. اوعى تفرط في ركعتين السنه اللي بعد المغرب، اوعى يا جماعه تنسوهم. مشروع الكنز الضائع. ايه الكنز الضائع ده؟ الكنز الضائع ده يا جماعه اللي هو
اللي هو مشروع الساعه اللي بعد المغرب، الساعه اللي بعد الفطار. واحده يقول لي يا اخي ده انت البرنامج بتاعك هيجي الساعه اللي بعد الفطار، مالكش دعوه يا سيدي، مش عايزك تتفرج عليه، انا عايزك تفتح كلام ربنا وتقراه. ابقى اتفرج في الاعاده. الساعه اللي بعد المغرب ديت انت لو قمت فاطر وطرت على المسجد او قفلت اوضتك عليكي هتقرا فيها جزء قران على مدى 30 يوم، ختمه ختمه كامله في اوقات بالضعف كسل وفطور. ولا هنتفرج على حوار مع الفنان فلان الفلاني اللي بيحكي قصه نجاحه على بقى ما بقى مفسد من المفسدين في الارض، والبرنامج الكوميدي الفلاني. ما ينفعش يا اخواني، ما ينفعش. مشروع رهبان الليل، احنا قلنا ان ربنا بيتنزل في الثلثين الاخرين من الليل. اشهر الاقوال بره رمضان ثلث على خلاف، ولكن اشهر الاقوال الثلث الاخير. رمضان الثلثين الاخرين بحديث صحيح عن ابن عباس. هنضيع ديت، هنضيع رهبان الليل يا جماعه، هنضيع الفرصه الرهيبه ديت. مين اللي هينام غير اللي مش محتاج ربنا بقى واللي مستغنى عن ربنا بقى؟ انما اللي بيشتاق لربنا مش هينام يا جماعه. من وانت راجع من صلاه التراويح يبقى يبدا الثلثين الاخير من الليل. مشروع سبع حجات يومين في رمضان. سبع حجات، جلسه الضحى بحجه وعمره. جلسه الضحى، احنا مش عاودناش عارفين نروح عمره اهوت بسبب يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. فالوقت قدامك فرصه تحج وتعتمر كل يوم اهوت، يبقى انت هتعمل ايه بقى؟ ادي فرصه اهي، حجه يومين، وحجه انك تسمع درس علمي يومي. طب اجيب درس علمي ده منين؟ صلي في مسجد التراويح اللي فيه بيقولوا درس بين الترويحتين، تقوم تسمع درس علمي، يبقى انت بحجه. وخمس فروض يوميا تتوضى اول ما تسمع الاذان وتجري على الجامع فور ما تسمع الاذان تصلي في الجامع، يبقى بحجه، يبقى بخمس صلوات، يعني سبع حجات يوميا. مشروع ليله العمر بقى، ليله القدر 12 ساعه ب 1000، خير من 1000 شهر، يعني خير من 720,000 ساعة، يعني خير من 3/4 مليون ساعة، يعني الساعة فيها أفضل من 60,000 ساعة، يعني تفطير صايم ليلة وترية في العشر الأواخر أفضل لو وفقت ليلة القدر أفضل من 60,000 صايم تفطرهم في غيره، الركعة في ليلة القدر أفضل من 60,000 ركعة. الصدقة الصلة الرحم والاتصال برحمك او زارتهم افضل من 60,000 زارة رحم. ليلة القدر ليه؟ ليلة الوترية يا جماعة، نعتكف فيها، نصلي المغرب والعشاء والفجر في الجامع فيها عشان يبقى قيام ليلة ان شاء الله، عشاء والفجر، نفطر فيها الصائمين ونسحرهم بالذات المعتكفين في الجوامع، لان دول اكتر ناس المتفرغين للعبادة ترزق الانسان بهم كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشروع فرسان الدعوة، ان احنا عايزين نجتهد في الدعوة بقى، عايزين رمضان كل الناس عايزة تسمع، اشتري بكل ما تستطيع شرايط وسيديهات وكتيبات، ودي للناس كلها، ودي لاصحابك، ودي لسواقين المواقف ولسواقين الميكروباصات، واشرط على كل واحد انه يشغلها وانه يسمعها. يعني يا جماعة كان احد الناس بيحكي لي عن واحد عامل عنده العامل ده، الراجل ده كان زعل منه، فالعامل يعني بعد سنتين كده خلاص المشكلة عدت يعني، فالراجل بيقول للعامل انت يعني الفترة انت التزمت والتحيت بسبب ايه؟ قال له يوم ما طردتني روحت كنت اديتني شريط ديني قبلها ما سمعتوش، روحت ما لقيتش حاجة اعملها، سمعته حوالي 16 مرة، التزمت بسببه، فضل الله سبحانه وتعالى، تستقلش بالثمرة، امسك اتنين من صحباتك طول الشهر عليهم، حسيهم يبقى كلهم في ميزانك بإذن الله سبحانه وتعالى. مشروع فرسان رمضان، مشروع التوبة اليومية، كل يوم تتوب من ذنب، توبة نهائية، أول يوم إن شاء الله ما عدتش هختلط أي اختلاط، تاني يوم التدخين انتهى، تالت يوم الأغاني والمعازف، احذروا يا شباب من شاشة النت وشاشة الدش. احذروا يا شباب ايام الامتحانات التلفزيونات بتتشال من البيوت عشان امتحانات الدنيا، طب عشان رمضان هنشيل ولا لا؟ مشروع فارسات رمضان، حجابك بيضاعف حسناته في رمضان على قد مضاعفة الحسنات في رمضان، البسي النقاب الكامل في رمضان، البسي حجاب عائشة وفاطمة في رمضان. مشروع العناية المركزة، مشروع 10 ايام في جوار ربنا، كرم ربنا بيزيد قوي قوي بقى في اخر رمضان ويفتح لنا باب بيته 10 ايام في جواره في اخر رمضان باذن الله سبحانه وتعالى. يعني المشاريع كتيره يا جماعه في الورقه. مشروع فرسان الذكر، احب الكلمات الى الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر افضل عند الله من جبل احد، يصعد كل كلمه حوالين العرش بصوتك تذكري بها عند الله احب مما طلعت عليه الشمس، كل كلمه بشجره في الجنه. مين اللي هيضيع الثواب العظيم ده في كلسه الضحى وفي كل وقت في رمضان؟
واخر حاجة مشروع ماذا بعد رمضان، ان احنا يا جماعة نعاهد ربنا في رمضان ان في عبادة معينة ما عدناش نسيبها، صيام اثنين وخميس، قيام ليل ساعة، اي عبادة، وان في صغر معين من صغور نصرة الدين ما عدناش نضيعه ابدا باذن الله سبحانه وتعالى. يعني الورقة مليانة مشاريع فضلت الشيخ محمد حسين يعقوب، ربنا يجزيه كل خير. يعني لما حسيت طبعا ان الورقة، لان الورقة بدأت تكبر مننا، فيعني جزاه الله خيرا، يعني قلت له يا شيخ محمد الورقة كده ممكن تكبر والورقة تترجم بلغات كتير عالمية بإذن الله، فلازم يكون فيها مراجعة من حد من شيوخنا وعلمائنا، جزاه الله خيرا على كل الإسهام اللي أسهمه في هذه الورقة. يعني في الآخر راجعها الشيخ محمد حسين يعقوب، الورقة موجودة على موقع ويتو الله، الطريق إلى الله للي عايز يجيبها، وعلى موقع www.yaqoob.com اللي هو موقع الربانية، يعني موجودة على ويتو الله وموجودة على موقع الشيخ محمد حسين يعقوب للي عايز يجيبها. الورقة يا جماعة بفضل الله اترجمت انجليزي وفرنساوي واسباني وبرتغالي وهولندي، وان شاء الله بتترجم عبري، والترجمه عبري ليه؟ في ناس مسلمين من بني اسرائيل وروسي، وباذن الله في مشروع لترجمتها صيني عشان توصل لاخواننا في تركستان اللي بيتعذبوا، عشان ندعمهم بان احنا نفكرهم بدينهم. انجليزي وفرنساوي وايطالي والماني، وقلنا البرتغالي والاسباني والهولندي، وقلنا الروسي بفضل الله خلاص، والصين ان شاء الله باذن الله في محاوله الوقت ترجمتها بالصيني. يعني ترجمت، وانا معايا الترجمات اهو قدام عيني دلوقتي بفضل الله، وغالب هذه الترجمات كل الترجمات موجوده دلوقتي على الموقع خلاص، مع الورقه للي عايز يسحبها في تصميم لبن اهوت، وفي تصميم بامبي للي بيحبوا المشاعر الرقيقه. الورقه باذن الله سبحانه وتعالى يا جماعه عايزين ننشرها في كل مكان. طب والترجمات؟ الموقع بيدخل عليه ناس من كل انحاء الدنيا، والفيسبوك عليه ربع مليار مشترك، انشروا كل اللغات دي في الفيسبوك، انشروا كل اللغات دول لشباب النت في كل مكان، اللي له قريب بره يبعتها له بره. ان يا جماعه اربع تخماس المسلمين ما بيتكلموش عربي، ازاي ننسى الناس ديت؟ واربع تخماس العالم غير عرب وغير مسلمين اصلا على الكفر، ازاي ننساهم؟ عشان كده بفضل ومنه الله كان فتح من ربنا ترجمه الورقه بفضل الله، وفعلا معظم الترجمات اتصممت خلاص وبقت جاهزه للسحب من على الموقع، والترجمه العربي بقت جاهزه للسحب من على الموقع للي عايز يسحبها ويطبعها في اي مكان في الوطن العربي وفي اي مكان في العالم الاسلامي باذن الله سبحانه وتعالى. في رقم خيري للي عايز ياخد كميات من الورقه طبعا بالثمن بتاعها، دي حاجات بقى ايه ما بين يعني يعني اللي بيعملوها يعني ايه، وما بين طبعا ما فيش اي مكسب مادي بالنسبه لنا نهائي، ولا مالين في هذا الموضوع نهائي. يعني الرقم يا جماعه تاخدوه للي عايز كميات من الورقه ان شاء الله 010 98 44 88 7، 010 98 44 88 7. تالت مرة بنقولها 010 98 44 88 7. في يعني رقم تاني موجود للورقة برضو 019 88 69 0 59، 019 88 69 0 59. يعني ولكن الرقم الاساسي بتاعنا 010 98 44 88 7، للي عايز كميات منها باذن الله سبحانه وتعالى في اي مكان نسحبها ونشتغل فيها على قد ما نقدر يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى. طبعا ما قدرتش ان انا اقول كل حاجه، ولكن مش هننسى بقى باذن الله المشروع الكبير بتاعنا، ال 5000 اسره، ال 5000 اسره اللي في وراهم كمان ان شاء الله 10000 اسره، 10000 اسرة مجرودين ومعمولين بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، وكل اسرة لها استمارتها، كل اسرة المفروض يوصلها كرتونة رمضان، يعني ده تفطير صائمين، زائد المشروع التاني الخطير اللي عايز كلنا نشارك فيه لله يا جماعة والله العظيم لله، مشروع تفطير الصائمين على الطرق السريعة وفي المواقف و و. طيب الرقم بتاع هذه المشاريع هيبقى ايه؟ الرقم الخيري بتاع هذه المشاريع، المشاريع الخيرية 011 53 50 40، 011 53 50 40. ده يعني المشروع بتاع يعني هنقول ال 15000 اسره باذن الله سبحانه وتعالى، 15000 شنطة رمضان، اطعام المحرومين في رمضان، ان احنا نوصل لدول من سقى مسلما على ظمأ
سقاه الله من الرحيق المختوم، اثر عن ابي سعيد الخدري: ومن اطعم مؤمنا على جوع اطعمه الله من طعام الجنة يوم القيامة. يبقى احنا عايزين ان شاء الله نشارك في هذه المشاريع بكل قوتنا. مشروعين ايه عشان نركز؟ مشروع شنط رمضان للمحرومين في القرى والمحرومين برضو يعني بره القرى، لل 15,000 اسرة دول باذن الله سبحانه وتعالى، ومشروع تفطير الصائمين طول رمضان. عشان كده الرقم ده عايز يفضل معانا طول رمضان، طلع منه على قد ما نقدر، لان كل يعني شوف كل عدد من الجنيهات بسيط بتفطير صائم في ميزانك وميزانك. 011-3-50-50-40 ده المشروع بتاع تفطير الصائمين وبتاع شنط رمضان للاسر المحرومة باذن الله سبحانه وتعالى ولل 15,000 اسرة دول. يعني عايزين الورقة دي باذن الله يا جماعة تبقى نبراس لنا في رمضان، عايزين نجيبها من الوقت. محدش بيطلع من الصفر للقمة في لحظة، لازم نبدأ من الوقت نطبق منها على قد ما نقدر، نجيب فيها على قد ما نقدر، نسخن على قد ما نقدر. رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما يطلع المعراج جبريل شق صدره عشان يعني يعده للصعود في رحلة المعراج. رمضان معرجنا الى الله، المعراج السنوي بتاعنا اللي بنطلع فيه في ايمانياتنا وحسناتنا، لازم يتشق صدورنا ويتعمل عملية قلب مفتوح قبل رمضان، لازم نتطهر قلبين قبل رمضان، لازم نستعد لرمضان. ضربة البدء ان شاء الله باذن الله في الغالب مغرب الجمعة القادمة باذن الله سبحانه وتعالى. عايزين يا اخوان ان شاء الله نركز في هذه المشاريع ونركز في اغلى ايام حياتنا على الاطلاق، اغلى ايام عمرنا على الاطلاق. يعني بقول رقم الورقه تاني معلش من باب الاطمئنان، لان ده مشروع ربنا يعلم خدت مننا ورق قد ايه او وقت قد ايه. 019-88-69-059 والرقم التاني للورقه 010-98-44-88-7 واللغات موجودة على الموقع ان شاء الله اللي عايز يسحب ويودي العالم كله، بحيث ان احنا نساند وندعم الاقليات الاسلامية في كل مكان في العالم. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعلها خير ايامنا، اللهم اغفر لنا فيه كل ذنوبنا، اللهم اعتق رقابنا من النار من اول ليلة فيه يا رب العالمين. اللهم اجعل رمضان هذا فتحا على امة حبيبك، اللهم اجعله فتحا في النصرة للمجاهدين في كل مكان يا رب، واجعله فتحا على الشباب والفتيات وامة محمد كلها في الهداية يا رب. اللهم يا رب اللهم اقسم ظهور كل من يحاربون دينك وكل من يحاربون التزام اهل اتباع محمد بدين الاسلام يا رب العالمين. اللهم استخدمنا في كل ساعة من اعمارنا في رمضان في طاعتك، اللهم اجعلنا فيه من الفائزين، واجعلنا بليلة القدر هذا العام من الفائزين. اللهم اجعله رمضان فتح ونصر ونور وبركة وهدى وحفظ يا رب العالمين. اللهم يا رب اجعله خير رمضان في حياتنا من كل ما مر يا رب العالمين. يا رب يا رب استخدمنا ولا تستبدلنا، استعملنا في طاعتك يا رب العالمين. بلغنا رمضان واجعله خير رمضان مر في حياتنا يا ارحم الراحمين، وكل رمضان بعده خير منه يا ارحم الراحمين. يا رب اطل اعمارنا واحسن عملنا يا رب العالمين. اللهم استخدمنا لنصرة دينك في الارض، اللهم اعنا على كفالة المساكين واليتامى والمحتاجين، واجعلنا اجود من الريح المرسلة في رمضان يا رب العالمين. اللهم انصر بنا الاسلام، اللهم انصر دينك واعز اوليائك، واذن لدينك ان يسود برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خير. يا نفس توبي.